السلام عليكم، انا سميتي ايمان، انا هي اللي تعرضت للاغتصاب 2 مرات. انا يا غادي نعاود لكم القصه باختصار باش ما يطولش الفيديو. انا يا كنت عايشه مع ماما خديجه مزيان، ما نقصني حتى شي خير. ماما حماقت بسبب هذيك العائله اللي دارت لي هذا الشيء، هما عطاوها شي شوب ما كحطوها في سفلي. صافي، هي انا بقيت عايشه مع لاله. داك الساعات لاله كتخليني مع عمي، وهي كتخرج هي وعماماتي. عمي دائما دائما كان كيجي وكيمارس عليا، وخا هكاك ما كنت كنقدر نهضر لحتاج كنت مازال صغيرة، كنت مازال صغيرة ما قدرش نهضر. صافي هي هذيك، صافي هي هذيك، انايا كان دائما كيجي عندي كيمارس عليا، ولكن ما كانش كيسيل لي الدم. واحد النهيراتي هو شدني وسيل لي الدم، سيل لي الدم سيف عليا. غوت سمعتني ماما اللي في سولي بدات كتقول لهم طلقوا لي بنتي كتحرقوها لي، حسب لا كيحرقوني، ولكن انا هو راه كنغتصب لي. هو فاش ديك الساعه تهبطني عندها وقال لها راه غير تفلقات في الدروج. جيت لالا دخلت ديك، هو خرج ولالا دخلات لقاتني هكاك بدمايات. هو دا عليا وهي ماما قالت، بدات ماما الحقيقيه كتقولها راه فلقها فلقها. جيت هي قلت لها انت سكتي دخلي سوق راسك، زدت له الكراطه وضربتها بها مسكينه الراس. ديك الساعه تقدت الوهي، طلعت لي لاله الفوق بدات كتقرصني، ربطات لي يدي وفمي بدات كتقرصني باللقاط، بدات كتقرصني باللقاط. ما قداش نهضر حتى سكو كان عندها القلب غادي تحس بيه، ولكن ما عندهاش القلب ما عندهاش الاحساس. صافي في السيلات قلت لي لبش تحت، قلت لها شي واحد القطع عليك لسانك. ما قدرتش نهضر داك الساعات. المهم دارت لي واحد الماء ما عرفت شنو فيه، واش ماء ولا ملح ولا شنو داك الشيء. المهم هي هذيك سالات. صافي بقيت عايشه هكاك في داك العذاب. تتزوج بابا، تزوج بابا بواحد المرا مسكينه ظريفه، داتنا معاها عشنا معاها انا واختي. صافي هي هذيك بقيت عايشه. قلت لها خالتي راه شنو وقع لي شنو وقع لي، قلت لها قول لك واحد الحاجه. قلت لي شنو؟ قلت لها شنو وقع لي شنو وقع لي. جات هي قلت لي بصح، قلت لها والله الا قالتها لبابا داو لي عند لاله. جات لاله قلت لها شوفي راه الدريه كانت صغيره والدري كان صغير، وانت هي دخلي سوق راسك وجمعي وطبعي علينا هذا الشيء. صافي هذيك خرج لها، قالت لي بابا حقك عند الله. برات بابا قالت لي حقك عند الله. برات بابا كانت ذكرت واحد السفلي. المهم هذيك المره راه كلشي في الفيديو فيه من الاول حتى التالي. هذاك ولد الجار شدني ودخلني سيف عليا، عاود نقول له يحاول على الباب ساعه وشدني ودخلني سيف عليا واغتصبني مثلا ليا الدم. ومن بعد مثلا دار ليا جزره بالدور ديالي. انا يا راه كنت مارس ما عنديش كندير تندافع على راسي، وانا يا ما قدش ندير شي حاجه حتىش انا رانا مهرسه من يديا فيها الحديد. ما قدش بعدني هو كبر مني. داك الساعه دفعني باب برا، مشيت صوريت في صوريطات كاملين. جابتني واحد المراه قالت لي بالك بنتي، قلت لها شنو طرا لي شنو طرا لي. جات هي قالت لي بنتي غنمشيو للبوليس تبطلها. وهي هذيك بغيت داك الولد داخله. صافي داك الردو بصداع. داك المرة كتقول باي داك الوقت كتقول لها سترينا سترينا وسكتي. داك الزهرة بابا دخلت لقات لي هكا قلباتني في الدروج. هي وباي داك الولد، هي وباي داك الولد لقاوني بانه مازال الدم. مشيت للطبيب درت عملية. ديك الساعة فاش جاو البوليس قلت لهم على الحقيقة ديالي كلها. هذاك الزهرة عطاوه عام. وبالنسبة لعمي اللي تهدى عليا النوبة الأولى طلق البراءة. انا طبرت بزاف، وانا راه ما كنطلب حتى شي حاجه اللي ما كاينش. راه كاين الدليل، ولكن هما اللي ما بغاوش يلقاو. لحتى انا راه مازال لي داك القرص ديال القاط، القرص ديال القاط داك لاطراس مازال لي لحد الان. انا قلب لي الطبيب وخاش تقرصت وخاش فوقاش تغتصبت. راه كاين الطبيب، انا راه ما كنطلب حتى شي حاجه. وكنتمنى هادشي يوصل لسيد الملك ولشي واحد كبير في المحكمة. وشكرا على اللي عاوني بزاف، واخا غير بالدعاوى. وشكرا ليهم بزاف كيعيطوا ليا. وشكرا شكرا بزاف بزاف. انا راه ما عنديش مي، انا مي راه حماقت. ودابا لحد الان راه ما كنتبع لا عند الطبيب ولا حتى شي حاجه، كنطالب حتى شي حاجه، كنطالب بالحق ديالي. وشكرا بزاف بزاف الى عاونتوني وقفوا معايا. شكرا لهم بزاف بزاف بزاف. انا دمرت في حياتي. داكشي علاش كنبغي ننتحر، لحيتاش بقات كتبان ليا حتى شي حاجه في هاد الحياه، كتبان ليا غير الموت. الموت حدايا افضل.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.